السلام وبركاته. ايه يا صاحبي الدلقه السودا اللي انت دلقهالي دي؟ فين اكسير الصداع؟ راسي حطير مني. جبور يا حبيبي، الحنيه عليا. وخدي بقى وامسك نفسك، ابو 50 دخل جدول بقى ب70 يا حبيبي. شغال شغال يا عم الحنين، حنن قلبه علينا يا رب. الله الله الله، انت بتدعي له ولا بتدعي عليا؟ بقول لك ايه، الواد تامر جاي يدور الانصراف. ايه راحت الاستباحه؟ صباح الخير يا استاذ. صباح النور يا معلم. السلام عليكم يا دكتور. ايه الحكايه؟ جاي مبدر يعني النهارده؟ ايه اخبار الكليه ايه؟ لا ما انا ما رحتش الكليه. ما تفهمني، دي كليه صيدله ولا معهد فن صناعي يا اخويا؟ يا بابا انا قلت اعدي اقعد معاك شويه، انا بقالي مده ما شفتكش واهو بالمره اريحك. يا اخي انا مش تعبان، استفيد انت باليوم ده واقعد ذاكر. ما تخافش يا دكتور، انا هشتغل عندك ببلاش. خلاص انت حر، اجرد الباترينه دي كلها واعملها لي الفابيتيكا، والنواقص اعملها لي في كاش، واعمل بيهم طلبيه. ماشي يا دكتور. ايه البلوى اللي انا فيها؟ ايه اللي جابك انت رخرة؟ حبي في حاجة؟ ولا حاجة يا راجل، كنت زهقانة شوية فقلت ألبس وتشيك وجيلك نخرج نغدى بره. بس أنا يعني ما أقدرش أسيب الصيدلية لوحدها. لوحدها ده إيه؟ ما أنا شايفة تامر جوه أهو. وماله؟ بس برضو يعني كنت بقول يعني هروح أتغدى كده في مكان عام بالهدوم دي يعني. مالها الهدوم؟ عسل الهدوم يا عطعوطي. يلا بقى، احنا بقى لنا كتير ما اتغديناش بره. امرني يا جميل. ثانية. يا اختي والنعمة عسل. معلم جابر. نعم. بقول لك ايه؟ ايدك. معقول انت اللي جايبه بنفسك يا دكتور؟ وليك عندي هدية، علبة بحالها. بس عايز اميل عليك في حاجه. اقبرني. 500 جنيه بس اسحب بيهم كل الشهر على مزاج. تحت امرك يا دكتور، يا حلاوتك يا دكتور يا حلو. طب انت هتفضحنا، انت اللي هتفضحنا. ولا سردينا يا معلم. اخطف رجلك للبيت قول لهم المعلم جاي بدري. تامر تامر. ايوه بابا. بقول لك ايه؟ نعم. انا واصل مشوار صغير مع قابلتك ناهد وجاي على طول. خد بالك من الزخانه، لو حد ضايقك ابعت لعمك جبر. ماشي يا بابا ما تقلقش. اخويا هو حد هياكله؟ اصل انا ما حبش اسيبه في الزخانه لوحده ابدا. يا سلام، ما هو زي القرد اهو. بصي اخويا مقصود يا اختي، ما توسعش شويه من الشارع، مش عارفين نعدي. ما تطلع بالعربيه قبل لنا الشارع، مش معقول. ايه القرف ده؟ ايه يا دكتور؟ تقول لي الهانم، الناس بتاخد ميه عشان تشرب وتاكل، مش عشان تركب عربيات. بص الحق. خلاص 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 يا ناهد، خلاص يا حفظي. ايوه يا دكتور. اطلع بالعربيه شويه كده واركن، معلش ما فيهاش حاجه يعني. عينينا يا دكتور. وابعت لي جركن ميه لزخانه، وانا لما ارجع هبقى حاسبك. احلى ميه معقمه للدكتور عشان خاطرك انت. بس حرمش منك يا حبيبي. يا اختي اوعي انت كمان. اثبت هنا بقى، ارجع تاني بقى يا عم. خلاص ماشي. ايوه 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 يوم انا بيك ويوم ميه. روح يابا وانا هشيل لك جيركن لحد البيت. يبقى خليهم اتنين علشان خاطر استحمى. يابا دي ميه شرب نظيفه، استحمى بميه الحنفيه. عايز استحمى بميه مجاري؟ مش كمان بسبب انا 6 اشهر. ما كل الحاره بتعمل كده يابا. هو انت تسرق مش نافع، تتوب ما انتش نافع. ايه لسانك طويل على طول؟ خلاص روح يابا وانا هجيب لك 3 جراكن. هي انت خايفه تختفيش. اقول لك ايه؟ في 3 جراكن ابعتهم لابويا البيت. الـ3 دول عندك يا معلم. يا عم اكتبهم خسائر وخلاص. السلسة ساعه كلب. يا خرجتي ده مطعم شكله غالي قوي. بس شيك قوي. واحنا هناكل بشياكته؟ الله، ما تيجي نشوف لنا مطعم تاني يا حبيبتي. عطيه علشان خاطري، المكان ده حلو قوي ومش غالي. يعني ايه بكام يعني تقريبا كده؟ يا هيخش له في 400 500 جنيه بالكتير. ده غير السلطات وغير الحاجات الساقعه. يا حبيبتي تعالي نشوف لنا مطعم تاني عشان خاطري يا عطيه.
أنا ليا ذكريات حلوة قوي هنا. ذكريات إيه بس يا حبيبتي اللي اتغرمنا المبلغ ده كله؟ الله، أنت بتغير عليا يا عطعطي. طبعا يا حبيبتي بغير عليكي، وأنا مستعد كمان أخد لك 50 سنة الموبايل بتاعي وتعلقين في أوضتك زي ما أنت عايزة. اغصى عليك، اغصى عليك بجد يا عطية. مستخسر فيه انك تعزمني على الغدا في المكان ده؟ لا يا حبيبتي مش مستخسر فيك ولا حاجه. خلاص يا حبيبتي اتفضل، اتفضل يا حبيبتي نعيش مع ذكرياتك شوي. هنعمل ايه حبيبي يا عطعط؟ حطيت لك الغيرات في الشنطه. على ايه بس؟ دواء كلها اسبوع يا اخويا. تروح وترجع بالف سلامه. مش عايزه حاجه وانا راجع بيت. وعاوز ايه؟ هما شوية المش والجبنة البيضة وخمسة كيلو زبدة، وما تنساش العيش الشمس، ولو لقيت ملوحة هات، ما لقيتش ملوحة ابقى هات في سيخ. خلاص خلاص يا صاحبي خلاص. هو انا هشيل ايه ولا ايه يا بنت؟ انا لسه ما قلتلكش على البلح. لا ما تقوليش يا اختي. يلا سلام. البنت نادية كانت عايزة حلم بخاطرها هجيب لها زي بعض ولا انها ما تستاهلش. بقول لك ايه، ما تجيب لنا كمان شوية حلم، خليني اصبغ شعرك. لا يا اختي انت حلوة كده من غير حاجة. سعيد سعيد. يا سلام. بقى في الاكل في الحقيقه اكل حلو قوي. اه بس ربنا يستر ويجيب الحوائب سليمه ويكمل اليوم لاخر النهار على خير. هو تقريبا يعني تعمل كام الاكله دي؟ مش معقول يا عطيه، لازم نستمتع بالحياه مش كده؟ والله يا نهوتي انا ما عندي حاجه، يعني انا كل اللي انا خايف عليه يعني الواد تامر، يعني مش عايزه يجي الاجزخانه. مش فاهمك، منين بتدخله كلية الصيدلة ومنين بتبعده عنها؟ أصل الأجزخانة في حارة وما بتكسبش، وأهل الحارة ناس وحشين قوي. أهو بيتعلم، ولغاية لما ربنا يفتحها في وشك وتبقى تفتح له صيدلية في حتة أحسن. أم الحق، مش شاف الحبوب اللي أنت بتاخدها؟ قال لي. ما أنا عارفة. طب وهو ماله؟ إيه اللي مضايقه قوي كده؟ وهي فيها إيه الحبوب دي؟ يا ريس هات لنا الشيك، خلينا نقوم نمشي. أنا هدى يا حبيبتي، الحبوب دي زي عملية حبوب منع الحمل بتاعتكم، بس دي حبوب تعجيل الحمل بتاعتنا احنا. آه. والواد تامر ده واد موسوس، هو خايف يعني لحسن احنا نخلف ونجيب له أخ يشاركه في الميراث ويدخله الجيش. كين مش وحش، 60 جنيه. لا يا فندم مش 600 جنيه، ده في صفر اهو. ايوه في صفر اهو يا عطيه. اه عميت انا، لا مؤاخذه معلش يا حبيبي، 600 صح. ما تعالى لي بعد شويه. بقول لك ايه، ما تجيبنيش هنا تاني مره، فاهمه ازاي؟ وكل واحد بقى يروح ياكل حسب ذكرياته. خلاص احسن. يا ساتر يا رب، عيشة تقرف زي ما تكون كل يوم بتجيبني في مكان زي ده. اوف دلوقتي بقت عيشة تقرف. ايوه ما كانت من 5 دقايق بس عش الذكريات. ساتر يا رب.